السلام عليكم، كثير طلبوا مني عالم الملوخية، كيف تنعمل الملوخية؟ اوكي، اليوم راح نعمل الملوخية سوا ان شاء الله. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. بنجيب كيلو ملوخية خضراء من السوق، الموسم تبعها هلا يبلش. نغسلها منيح، نلعب بالمي 3 دقائق، بعدين بنصفيها من المي منيح. بنجيب طنجرة فيها زيت ابيض، انا بحط سمنة اخر شيء، طبعا ما بحب السمنة أول شيء، آخر شيء تطعيمة بس. بندق الكزبرة بهذا الشكل، بعدين بنجيب توم بنحطه بعد ما أخذ حرارة الزيت، نخليه ياخذ لون ويعطينا لون البراون. بعدين بنحط الملوخية ولازم نحمصها منيح لبين ما تطلع ريحة الملوخية الطيبة. بنحمصها، انا بحط نص بندوراي بالملوخية. ليش بيقولوا لي بتحط بندورة؟ انا بحط بندورة مشان قوام المي تطلع معنا كويس كتير البندورة. بعدين بنضيف المي، مي دجاج طبعا فيها بقى عطرية، وبنحمص الكزبرة والثوم، وبعدين بنحطها على الملوخية، بنخليها تغلي 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 كتير على نار عالية. وهي عم جهز الرز بشعرية، وهي الملوخية طلعت يا سلام بالجنة. جربوها، إذا عجبكم الفيديو لايك اكسبلور.